يلا بينا بقى دلوقتي على موهيتو النعناع. بصي الموهيتو ظريف وسهل جدا، معايا ليمونه متقسمه لاربع انصاف كده. الموهيتو اللي بنشرب الكوبايه بره ب 75 جنيه و 85 جنيه وبتوصل كمان ل 100 جنيه في بعض الاماكن، مش عارفه ليه والله. ده الموضوع ليمونه بصي وايه وحته نعناع بسيطه جدا جدا، يعني بسيطه جدا، ورقتين نعناع كده اهم كده كده في قلب الكوبايه اللي انت هتقدمي فيها، بس كانك بتدوقيهم كده. هيطلعوا بقى وانت بتدوقيهم كده الزيوت العطريه بتاعتهم بتبقى حلوه قوي، الزيت العطري بتاع الليمون مع النعناع بيكون حلو قوي كده تمام. وهنحتاج لايه بقى عليهم؟ بصي لذيذه وظريفه وسريعه جدا، هنحتاج بقى لمكعبات ثلج جاهزه معايا اهي. طبعا انا هعمل اكتر من كوبايه دلوقتي، الجو حر، عايزين اكله سهله وسريعه ما توقفناش في المطبخ زي ما شفتي كده 10 دقائق، وكمان مشروب يكون لطيف. ثواني يكون لطيف كده وجميل. هننزل بقى على طول عليه بالمياه الغازيه اي نوع انت بتحبيه. بصي شايفين تناسق الالوان؟ يا خبر ابيض يا ساره، ايه العظمه دي يا ساره؟ موهيتو يا جماعه، هو ده الموهيتو، شايفين جماله؟ بصوا جو حر، عايز الكوبايه دي من قلبي بقول لك جربيها تجنن.